ازيكم يا حلوين، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. مكملين مع بعض سلسلة مشروبات الكافيهات. النهاردة هنحضر مع بعض مشروب روعة جدا جدا، وهو فرابي الاوريو او سموزي الاوريو او فرابتشينو الاوريو زي ما موجود في ستاربكس. فيلا بينا نشوف هنعمل ايه مع بعض. المشروب ده في كافيهات ايطاليا او بارات ايطاليا عبارة عن فرابي، انت اللي بتختاري نوع الحاجات اللي بتتحط على بعضها، تمام؟ فانا النهاردة هعمله لكم سموزي الاوريو او فرابي الاوريو. مكونات سهلة جدا زي ما انتم شايفين بالشكل ده، عبارة عن تلج اي نوع ايس كريم انت تحبيه، سواء فانيليا شوكولاتة اي حاجة انت حباها. وعندنا طبعا المكون الاساسي هو بسكوت الاوريو، صوص الشوكولاتة وبنة للتزيين، وطبعا لبن. زي ما انتم شايفين ده الشكل النهائي اللي تقدري تقدميه بقى للضيوف او ليكي انتي طبعا، وتدلعي نفسك كده بشكل جميل حلو، وهتستمتعي باحلى كوبايه فرابي جايه لك من ايطاليا او من الكافيهات. فيلا بينا نعمله مع بعض. مبدئيا كده لازم يكون عندك خلاط قوي ويكون سرعته كويسه. هنحط فيه التلج زي ما انتم شايفين بالشكل ده، وكمان هحط 4 معالق ايس كريم. ايس كريم مش شرط تحطي النوع اللي انا استخدمته، انا هنا مستخدمه البنه، ممكن تستخدمي الفانيليا، ممكن تستخدمي الشوكولاته، يعني اي طعم انت حابه تستخدميه مفيش مشكله خالص، تمام. على كل كوبايه هتحطي معلقتين من الايس كريم، وهتحطي كوبايه لبن، وهتحطي عليها كيس من البسكوت الاوريو زي ما انتم شايفين بالشكل ده، وهنحط طبعا صوص شوكولاتة. لو مش عندك صوص شوكولاتة ممكن تجيبي اي نوع شوكولاتة كده عندك وتسيحيها في حمام مائي، وتقدري تستخدميها في الوصفة دي. الوصفة دي طبعا مشهورة في ستاربكس اللي هي اسمها فرابتشينو الاوريو، بس تبقى زيادة عليها القهوة الاسبريسو، بس طبعا عشان انا حامل فما حطش قهوة وما استخدمهاش كتير يعني، تمام. ده صوص الشوكولاتة اللي انا هستخدمه، هحط منه معلقة بس على المشروب بتاعي عشان ما يبقاش مسكر قوي وفي نفس الوقت يديني طعم كويس كده، تمام. حطيت المكونات كلها في الخلاط، هفرمها كويس وارجع لكم تاني. ده الشكل النهائي بعد ما فرمت السموزي بتاعي او الفرابي. دلوقتي بقى هنعمل حركة من حركات البارات او الكافيهات، هو اننا هنجيب صوص الشوكولاتة ونحطه في اجناب الكوب بتاعنا او الكاس بتاعنا بالشكل ده عشان يدينا شكل جمالي وحركات كده، وندلع نفسنا شوية، او للضيوف طبعا نبين لهم ان احنا عندنا خبرة في التزويق شوية يعني. هنبدأ بقى ان احنا نصب السموزي بتاعنا بالشكل ده او الفرابي، اي اسم بقى انتوا حابين تسموه لي يعني، بصراحة مش مهم الاسم، اهم حاجة ان طعمه بجد حاجة كده وهم، بتحسي نفسك خارجة يعني برة، بيخرجك من اي مود بصراحة المشروب ده. بعد كده هنجيب الكريمة اللي احنا عملناها سواء الجاهزة زي ما انا استخدمت، او ممكن كريمة شانتيه تكوني ضربها في البيت وتبدأي تعمليها بكيس الحلواني. هجيب كمان واحدة من الاوريو واحطها على كل كوباية بالشكل ده، وطبعا مش هنسى احط صوص الشوكولاتة شكل جمالي برضو كمان، وهنحط عليه الشليمو، هنقدمه بالشكل الجميل ده. عايزة اقول لكم ان الوصفة بجد حلوة قوي، اتمنى تجربوها، وكمان تنفع للضيوف وليكي ولولادك، فرحي اولادك بحاجة حلوة ولذيذة وسهلة تتعمل في البيت، مش مكلفة خالص خالص. اتمنى تكون وصفة النهاردة عجبتكم. لو عجبتكم الوصفة ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب للقناة، واشوفكم على خير في فيديو جديد. باي باي.